السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مستشارك الطبي. يسرنا في هذه الحلقة التواصل معكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة لتلقي أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص موضوع حلقة اليوم، والذي يدور حول الالتهاب الرئوي الشعبي عند الأطفال. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف السيد الأستاذ الدكتور محمد سنبل، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. بنرحب بحضرتك يا فندم. برحب بحضرتك وبرحب بالسادة، وذلك لإجابة على أسئلتكم بخصوص هذا الموضوع. في البداية حضرتك قلت لي اتكلمنا على الالتهاب الرئوي الشعبي عند الأطفال، عاوزين نعرفه الأول، أو ما هو الالتهاب الشعبي الرئوي عند الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالسادة المشاهدين. في الأول أحب أعرف السادة المشاهدين يعني إيه الالتهاب الرئوي. التهاب الرئوي عبارة عن التهاب في الغشاء المخاطي المبطن للحويصلات الهوائية بتاعت الشعب الهوائية، فبالتالي بينتج زيادة إفرازات مخاطية في الحويصلات الهوائية، فبيقلل معدل نقص أو الأكسجين اللي واصل من الحويصلات الهوائية إلى الأوعية الدموية. ده في الأول عبارة التعريف أو التهاب الرئوي. التهاب الرئوي في الاول بنحب او برضو له انواع، هو نوع مش بسيط ومش منتشر، هو التهاب رئوي موضعي، بيبقى في عباره عن التهاب رئوي في جزء بسيط في الحويصلات الهوائيه. الالتهاب الرئوي بقى الشائع اللي اسمه التهاب رئوي الشعبي، اللي هو بيبقى ماسك جميع الشعب الهوائيه او الحويصلات الهوائيه، وهو ده اللي احنا موضوعنا الاساسي عنه، اللي هو الالتهاب الرئوي الشعبي، اللي هو بيشمل جميع الحويصلات الهوائيه، اللي بتصيب الحويصلات الهوائيه او الغشاء المخاطي المبطل للحويصلات الهوائيه، فبالتالي بيقلل نقص زي ما احنا قلت لك الاكسجين من الحويصلات الهوائيه الى الاوعيه الدمويه، فبيقلل كفاءه الخليه في عملها ووظيفتها. طيب اذا احنا حضرتك واحنا في بدايه فصل الشتاء ودخول فصل الشتاء، يعني هل هناك سبب معين حضرتك او اسباب الانتقال لهذا المرض او لحدوث هذا المرض التهاب الشعبي الرئوي؟ طبعا يا دكتور احمد، هو بالنسبه للالتهاب الشعبي اللي احنا بنتكلم عليه او موضوعنا النهارده ده، هو اساسا وسيمه او اللي هو بيزيد معدل انتشاره في الاطفال ما دون الخامسه او تحت سن الخمس سنين اكتر في فصل الشتاء، نتيجه بقى طبعا حاجات هنتكلم فيها بعدين في بتصيب الطفل، تالي بيبقى اكتر انتشار. ممكن بقى اسبابه واكتر سبب بيصيب الطفل وبيسبب التهاب شعبي هو التهاب فيروسي. التهاب فيروسي زي حاجه اسمها نيوموكوكاي، ده اكتر حاجه، او الاتش انفلونزا او اللي هو الهيومينس انفلونزا. طيب حضرتك هل في نوع منه بكتيري ونوع فيروسي ولا هو؟ طبعا التمام. انا بقول لك حضرتك ده اكتر سبب ممكن يصيبه في فصل الشتاء، بالذات فصل الشتاء. السبب اللي بيجي بعده تاني في الاسباب التهاب الشعبي اللي هو الالتهاب البكتيري. زي البكتيريا العنقوديه دي ممكن تصيب لي برضو الجهاز الشعبي، وبالتالي بتسبب التهاب شعبي هوائي. طب احنا يهمنا توعية المواطنين والامهات بالذات عشان نعرف، طيب البكتيريا دي او الفيروس سواء يعني الجرثومه دي هتنتقل ازاي؟ الاول بس اكمل بس الاسباب الالتهاب الشعبي، هي التهاب فيروسي ده اكتر سبب او سبب يصيب او يسبب التهاب شعبي، والتهاب بكتيري ده ثاني سبب، والسبب الثالث اللي هو الالتهاب الفطري، وده مش منتشر قوي. تمام. طيب ايه بقى الحاجات اللي حضرتك بتقول لي برضه احنا بنعملها عشان او الام بتتجنبها؟ انت بتتكلم ده قصد صح حضرتك ده الى انتقال مثلا حضرتك الفيروس، هل ده مثلا عن طريق العطس مثلا عن طريق ما هو بقى بينتقل بقى انتقال بقى او طرق العدوى عن الطفل عند الطفل ديت عن طريق طبعا العطس، فبالتالي بيحصل الرذاذ ده عن طريقه بيحصل استنشاق الطفل السليم من الطفل المصاب، بيخش عن طريق الجيوب الانفيه، فبالتالي بيصيب الجهاز التنفسي. ده سبب الاسباب. طيب السبب الثاني ممكن الطفل برضو في المصاب بيعطس او فبيجي ايديه بتبقى ملوثه بالرذاذ، ويجي يعني بيتلامس مع طفل تاني، فده برضو سبب من اسباب الالتهاب الشعبي. السبب الثالث ممكن تعرض الطفل للتدخين السلبي بتاع الاباء، ده برضو بيسبب
ممكن التهاب شعبي عند الأطفال. السبب الرابع اللي ممكن برضو يحصل اللي هو تعرض الطفل لبعض أدخنة المواد الكيماوية دي برضو بيسبب، أو الأتربة ده برضو يسبب التهاب شعبي عند الأطفال. دي كلها أسباب تؤدي إلى ممكن برضو الأسباب اللي هي وجود الطفل في أماكن مزدحمة، زي طبعا إحنا اليومين دول في فصل المدارس وفي حضانات وفي تجمع الطفل، فلو الطفل المصاب ده موجود مع الأطفال تانية في أماكن مقفولة ومغلقة فده بيؤدي برضو إلى وجود عدوى في الأطفال التانية. فبالتالي إحنا برضو دايما نقول للأم في البيت لازم نحاول نعمل نوع من التهوية، لو كان في طفل في البيت اخواته او الاطفال الاخرين، فدايما نقول للام دايما ما نحاول المكان مقفول ونحاول نوع من التهوية عشان ما يحصلش عدوى. نحاول برضو ما اماكن اللي هي طرق العدوى او تجنب العدوى ممكن نحاول نخلي الطفل دايما باستمرار بيغسل ايديه الطفل ده، لان ايديه ديت ممكن هو جاي من المدرسه او جاي من الحضانه، فبالتالي في تلامس مع بين طفل تاني، فعن طريق الطفل ايديه الملوثه فبيبدا الطفل يحط ايده في بقه او يعني او يحطها على الانف بتاعته، فبالتالي بيحصل انتقال للميكروب عن طريق الانف. اذا كان صح حضرتك في الاماكن المزدحمه زي الفصول الدراسيه مثلا، فصل الشتاء هنقفل الشبابيك كلها والابواب فبيبقى في حجم التنفس، هل ده صحيح حضرتك ولا انا لسه بتكلم نوع من التهويه؟ انا مش بقول هنفتح الشبابيك كلها بس هيعمل نوع من التهويه بحيث من نقلل طرق انتقال الفيروس. طيب واحد راكب مترو انفاق حضرتك مثلا في وسط الزحام وواحد تاني عطس جنب منه معانا اطفال، المفروض يعمل ايه هو اللي هيعطس ده والمفروض انا هعمل ايه؟ دي لو في طفل او حد عطس تاني وانا معايا طفل في مترو انفاق والموضوع مقفول، بحاول طبعا احط نوع من التيشو او كمامه يعني مثلا. يعني مش هتبقى كمامه، يعني مش هيمشي الطفل بكمامه، هتبقى صعبه قوي الموضوع، بيبقى بالنسبه له صعب شويه، بس على الاقل انا لو معايا هجيب تيشو او منديل واحطه على الفم الطفل بحيث ايه الرزاز اللي تطير من الطفل من الشخص اللي تم عطسه ده يعني ما يحاولش ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي عن طريق الشعب الهوائي. طيب احيانا بالنسبه للاطفال المدارس برضه هذا ياخدنا لحاجه ثانيه يا دكتور، هل يوجد من طرق الوقايه تطعيم مثلا معين موجود نقدر نديه للطفل للوقايه من الامراض؟ طرق الوقايه ديت طرق الوقايه ما انا قلت لحضرتك الاول، اول حاجه طرق الوقايه حسب نوع الطفل. الطفل لو هو طفل لسه أثناء الرضاعة فالاهتمام بالجانب الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية دي مهمة جدا. فبالتالي بترفع المناعة. هو يعني إيه التهاب رئوي أو حصل ليه العدوى؟ نتيجة نقص الجهاز المناعي. فطبعا الأطفال الرضع في الأول بدايتهم فبيبقى عندهم نقص في الجهاز المناعي. إيه اللي بيقوي الجهاز المناعي بتاعهم؟ هو الاهتمام بالرضاعة الطبيعية. ده في الأول خالص، ده خط الدفاع الأول. خط الدفاع التاني لو الطفل بدأ يأكل فبحاول ازود معدل السوائل الاكل في طريقه الاكل الطفل بترفع الجهاز المناعي، مش شرط الحاجات اللي هي السوائل الدافيه اليانسون او التيليو او الاعشاب او كان ممكن سوائل في صوره شوربه حاجات مغذيه، فبالتالي ده بحاول اعلي جهاز المناعي. يبقى ده جزء تاني او خط تاني لو هو الطفل بيرضع هنهتم بالرضاعه الطبيعيه، الجزء التاني هتم بنوع الاكل ونوعيه الاكل، الاكل التيكاوي او الاكل اللي هو فيه حاجات سبايس او الحاجات اللي هو مش مغذيه، المواد الحريفه يعني الهيلسي فود، الاكل الهيلسي فود اللي هو الاكل المنزلي البيت بتاع الام نفسها، جميع بقى الخضار والحاجات دي، فبترفع عن جهاز المناعه عند الطفل فبالتالي بتقلل معدل اصابته بالالتهاب الشعب. دي حاجه. تاني حاجه طبعا احاول اثبت معدل لبس الطفل، مش النهارده الجو بارد يعني هزود عدد الهدوم او القطع الملابس الطفل، لا طبعا هحاول اثبت عدد الملابس الطفل بطريقه معينه بحيث ما ينفعش النهارده لابس 3 قطع بكره لابس 4، لا الكلام ده كله فانا خلاص ثبتها. لو برضو اثناء الشاور او الدش الطفل لو ما بياخده ما حاولش ادهوله في اثناء الليل خالص، فبالتالي برضو ده بيساعد على اللي هو ممكن بيقلل الجهاز المناعي في الفتره ديت، وبرضو الميه او بديله شاور بميه فتره ده بيقلل برضو اللي هو يجيله اصابه، لان درجه الحراره الطفل لو خد الدش ميه سخنه بيرفع درجه حراره الطفل، فبالتالي لما بيطلع من الحمام
فبتبقى درجة حرارة الطفل أكبر من درجة حرارة الوسط اللي هو طالع فيه، فبينتقل الحرارة من جسمه للوسط اللي حواليه، فبالتالي بيحصل في الحالة دي نقص مناعة. فلو في بقى فيروس في الوقت ده أو بكتيريا أو الحاجات اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها طرق أو أسباب العدوى، هينتقل له المرض للطفل. طيب اذا اتكلمنا على المحيط بتاعنا حضرتك، في الدول العربيه حضرتك في فصل الشتاء بعض الدول بتبقى بارده جدا وفي بعضها بيبقى حار جدا في الصيف، فبيستخدم المكيفات. هل المكيفات لها علاقه بالاصابه الطفل بالالتهاب الرئوي؟ وايه حضرتك نصيحتك له لو هو حتى هيستخدم المكيف؟ المكيفات طبعا دي مشكله كبيره، ودي سبب من اسباب ممكن اللي هي برضو تساعد يعني بتعجل بالالتهاب الرئوي بالذات في الفصل طبعا الشتاء وحتى في فصل الصيف، لان الكمبريسور او التنظيف عموما الفلاتر بتاعت المكيفات والكلام ده بتتعلق بها البكتيريا العنقوديه اللي احنا بنتكلم عليها او الفيروس او الكلام ده كله بيترسب في الفلاتر بتاع التكييف. فلو اللي انا جيت ما عملتش صيانه وتنظيف للفلاتر ديت، فبالتالي ممكن برضو اول ما بشغل التكييف فبيبدا الطفل يستنشق الميكروب عن طريق الجيوب الانفيه ويدخل الجهاز التنفسي ويصيب الحويصلات الهوائيه اللي احنا اتكلمنا عنها. بل وبعض الفطريات حضرتك بتسكن في المكيفات، وبالتالي برضو النوع الثالث اللي هو النادر من الالتهاب الرئوي اللي هو الالتهاب الرئوي نتيجه الفطريات، وده نادر قوي ممكن يصيب الطفل برضو. تمام. طب السجاد والمتعلقات والستائر والكلام زي كده، تنصح حضرتك بانها تتغسل كل في صفه دوريه ولا بكل قد ايه عشان نتفادى برضو؟ طبعا السجاد والموكيت والحاجات في الموجوده دي برضو بتطلع وبره، فبالتالي بتساعد، هي مش بتسبب التهاب رئوي بس بتساعد على حدوث التهاب رئوي. طيب احنا التعرض للاتربه والوبر والدخان والتدخين السلبي بتاع الاباء والمحروقات والتدخين بتاعه الحاجات المواد الكيماويه والحاجات دي كلها هي عوامل تؤدي الى حدوث او التهاب الرئوي. طيب هنزود الموضوع شويه حضرتك، هنقول بس ان مش بس اتربه، لا ده هو يحصل التهاب رئوي عند طفل عنده التهاب رئوي وتعرض لمواد تسبب له تحسس زياده او عنده حساسيه كمان. ايه خطوره حضرتك انه يتعرض لحاجه مسببه للحساسيه مع الالتهاب الرئوي كمان؟ طبعا الخطوره او المضاعفات الالتهاب الرئوي ده سؤال يا دكتور احمد، ده مش طبعا لو انا عند طفل عنده التهاب رئوي وعنده برضه واتعرض للحاجات ديت ممكن وما اتعالجش بقى او انا اهملت في علاجه ممكن تؤدي حاجه اسمها الارتشاح بلوري. ايوه. فبالتالي ده خطر جدا، ممكن تؤدي لحالات بعض برضو الاهمال او القسوه، وديت نادره قوي اللي احنا بنشوفها، اللي ممكن تعمل لي خراج في الرئه، ممكن تؤدي بعض الحالات الاهمال الجامد جدا، ممكن تؤدي الى وجود هواء، الهواء يبدا يوصل الحويصلات الهوائيه ديت حصل لها التهاب وفي الغشاء المخاطي واتملت سائل صديدي، فبالتالي بتبدا تطلع الهواء ده في الغشاء البلوري اللي هو بيبطن الرئه من فوق من بره. فده بيحصل وجود سائل في الغشاء البلوري المبطن للرئه، ودي طبعا عوامل خطيره جدا. بعض الاحيان اللي هي النادره قوي ممكن بقى لو الطفل او الام والاب يعني ما شفناهاش كتير بس موجوده في كتب الاطفال، اللي هي ممكن يحصل تسمم في الدم ده نتيجه التهاب رئوي. وبعض الحالات بقى طبعا ممكن تسبب نسبه الوفيات، وطبعا ديت يعني نسبه وفيات الاطفال تحت سن 5 سنين من التهاب الرئوي الشعبي بتمثل بنسبه 15-19% من الوفيات بالنسبه لجميع الامراض الثانيه، يعني النزلات المعويه بتيجي بعدها وهكذا. طيب بالنسبه لحضرتك للغشاء البلوري وهو المحيط بالرئتين حضرتك، اللي هو بيساعد على الحفاظ على الرئتين يعني من الاحتكاك بالقفص الصدري. تمام. ده زي ما حضرتك ذكرت. ايه خطوره حضرتك ان ميه زي الناس بتسمع في ميه على الرئه؟ ميه على الرئه اذا ارتشاح، حصل ارتشاح للسائل دخل جوه الغشاء البلوري. طب هيقول لك طب يعني ايش حضرتك للمواطن البسيط؟ طب ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هيحصل يعني تخيل في ميه داخل او خرجت. انا متخيل. ايه اللي هيحصل حضرتك؟ ايه الغشاء البلوري المبطن هتحصل حاجه اسمها ضغط على الحويصلات الهوائيه، فبالتالي هتقلل مجرى الهواء اللي داخل عن طريق الجهاز التنفسي، هيحصل ضيق في التنفس، سرعه في ضربات القلب، سرعه في معدل التنفس، ممكن تفضل وممكن تؤدي الى الوفاه اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب العلاج في الحاله دي حضرتك بتعمل ايه؟
العلاج الطفل طبعا اول ما بيجي لي في الام بتجيبه لي في العياده، ده اول حاجه بسال عليها وباخد منها الهيستوري او التاريخ، تاريخ المرض، تاريخ المرض، السيره الذاتيه بتاعته. بتقول للطفل بدا في الاول، بدا سيلان في الانف، ده بيبدا في ده اعراضه، يعني لو احنا اعراض الالتهاب الرئوي بتبدا سيلان بسيط في الانف، بيبدا حمى بسيطه او ارتفاع في درجه الحراره، فالام بتقول ده ايه، برد وبرد بسيط، فيتطور الحاله. بعد كده في برضو بتمكن تشتكي لي بكحه، كحه سعال او سعال جاف، يتطور السعال الجاف ده ممكن يتطور لسعال طارد للبلغم، ده اللي انا باخده او بشوفه او الام بسمعه او الهيستوري بتاع الام الاول ازاي انا بسال. طيب انا بقى دوري، انا سمعت او الام قالت لي الحاجات دي وشفتها او بتشتكي لي من سيلان في الانف، حراره، ارتفاع في درجة الحرارة، سيلان في الأنف، ممكن ساعات التهاب في الأذن الوسطى بعض الأحيان، ممكن احتقان بسيط في الحلق. طيب أنا بكشف على الطفل بشوف إيه؟ الأول ببص على صدر الطفل، طبعا معدل التنفس بتاع الطفل بيبقى عالي جدا في الطفل اللي هو تحت سن الشهرين، يعني بيبقى معدله بيبقى 60 سرعة تنفس الطفل لو عديتها في الدقيقة، بعدها بحط ايدي على صدره وبشوفها بتوصل ل60 سرعه تنفس، دي مهمه 60 جدا. 60 مره يعني 60 مره 60 مره ده تحت الشهرين، تحت تمام. الشهرين فوق الاربع شهور لسنه ممكن توصل ل50 سرعه تنفس، تمام. بعد كده من سنه لخمس سنين تبقى ممكن يعني بتوصل ل40 سرعه تنفس. بشوف ضربات بيبقى عنده حاجه اسمها تاكي كارديا او ضربات قلب سريعه، دي هتبقى انا كده ساينز او علامات بشوفها في الطفل اثناء الكشف. طيب ايه الحاجات التانية اللي انا ممكن بطلب حاجات زي الاشعة السينية او الاكس راي، بشوف عن طريقها اللي بيبقى فيه نيديولز اللي هي الحويصات الهوائية دي بتبقى مليانة او فيها كونسوليديشن عتامة والسواد، دي بنعرف اللي فيه بدأت ايه يحصل تأثير نتيجة التهاب الشعبي الهوائي. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ نعمل سرعة ترصيب بلاقيها عالية نتيجة الالتهابات، فبالتالي سرعة الترصيب بتبقى عالية. طيب. في طرق تشخيص كتير، يعني احنا لسه ما خلصناهاش يا دكتور احمد، هنكمل حضرتك بعد ما نخرج فاصل اعلاني وهنرجع لكم اعزائي المشاهدين عشان نكمل التشخيص، طرق التشخيص وطرق العلاج بتاعت التهاب الشعب. فاصل اعلاني وارجع لكم تاني. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط، خبرات وعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015 والحصيلة على التصنيف الائتمان العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين، دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها، لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114.
اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين في برنامج مستشارك الطبي. مره اخرى معنا الدكتور محمد سنبل استشاري طب الاطفال وحديث الولاده لمناقشه موضوع الالتهاب الشعبي الرئوي عند الاطفال. في اتكلمنا دكتور قبل الفاصل عن طرق تشخيص الالتهاب الرئوي الشعبي عند الاطفال. طيب هو الاعراض حضرتك زي ما ذكرت كده بتتشابه عند ناس كتير، يعني ممكن يبقى حساسيه، اكح، وفي رشح وكده. لو في برضو اي اعراض من التهاب الرئوي هيحصل زي ما حضرتك ذكرت. هل في طرق معينه اقدر انا كشخص عادي مش طبيب ان انا اعرف بيها ان انا عندي التهاب رئوي ولا لا، او الطفل عنده؟ طبعا، يعني ممكن برضو دي بالنسبه للام بتفيد الام قوي. لو الطفل بدا يجيله سيلان في الانف، ده هتقول برد في الاول. طيب لو السيلان ده بدأ يزيد وبدأ السعال الجاف زي ما احنا قلنا وبدأ يتحول لسعال طارد للبلغم، ده برضو ده جزء من يعني بداية او السيكونس اللي هي بتبدأ ترتيب اللي حضرتك بتمشي بيه في التشخيص. طيب ايه بقى اللي يأكد لها قوي للطفل؟ زي ما احنا قلنا سرعة التنفس بتبدأ تعلى قوي، ضيق في عملية التنفس، ضربات القلب بتبقى عالية جدا. في حاجه ممكن الام برضو تاخد بالها، بس احنا طبعا يعني او نقدر ان احنا نشخصها او نشوفها الطفل من الشكل الصدر او الصدر بتاع الطفل، اللي هو بيحصل يعني ما بين الضلع والضلع لو حاجه اسمها سكين ريتراكشن، الجلد بيدخل لجوه ما بين الضلع والضلع اثناء التنفس الشهيق والزفير، فدي علامه كمان علامات من علامات الخطوره في الطفل، فدي برضو نقدر نفرق ما بينها. طيب. سرعة التنفس العالية، ضربات القلب الزيادة، اللي هو دخول الجلد ما بين الضلوع. أيوة. ديت من علامات ممكن بقى طبعا احنا بنخش بقى العمليات التشخيصيه بتاعتنا زي ما انا بقول الاشعه السينيه مثلا، ايه دورها حضرتك بالنسبه للموضوع ده؟ اللي احنا زي ما انا اتكلمت حضرتك في الاول قبل الفاصل، اللي هي بنشوف الحويصلات الهوائيه فيها عتامه او سواد نتيجه السائل الصديدي في الحويصلات الهوائيه. بنعمل معدل نقيس معدل الاكسجين في الجهاز في الشريان الوريدي ومعدل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. ممكن نقدر نقيس الاكسده عن طريق النبض، عن طريق قياس معدل الاكسجين في النبض. ممكن نعمل حاجه اسمها سيري اكتيف بروتين فبنلاقيه عالي جدا، ده مهم جدا. ممكن نعمل وظائف رئه، دي برضو بتبان في خلل في الوظائف الرئه ساعتها، فطبعا ده بيفيد فعلا بقى التهاب رئوي. عشان دكتور ما عندناش وقت كتير فعاوزين بسرعه كده في عجاله، انا طفل حصل عنده التهاب رئوي والام اهملت، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ ما احنا اتكلمنا عليها، المضاعفات اللي هو الارتشاح الرئوي والخراج في الرئه، اعراض خطيره، اشياء خطيره ممكن دي خلاص خلاص، والوفاه والكلام ده كله في الاول. طيب طرق الوقايه نعمل ايه حضرتك برضو سريعا كده؟ لا العلاج بقى او هنعالج ازاي؟ نعالج الطفل ازاي ونقيه؟ طبعا العلاج الطفل بيجي لي فطبعا بيبقى حرارته مرتفعه، فانا اول حاجه بنزل الحراره فبدي مخفضات للحراره. فطبعا بشوف من الخطا برضو للام تدي الطفل في عنده سعال فبتدي له حاجات للكحه، ممكن تدي له موسعات للشعب او تدي له حاجات مهدئه، دي بيعتمد على هل السعال ده جاف فبدي له حاجات انتي تصف اللي هي بتهدي الكحه، لو في السعال ده تحول لسعال طارد فببدا ادي حاجات موسعات وطارده للبلغم، بدي حاجات اللي هي الانتي هيستامينك اللي هي مثبطات الهستامين، لان احنا قلنا التعريف الالتهاب الشعبي هو زياده في الافرازات المخاطيه للجهاز الشعبي في داخل الحويصلات الهوائيه. تمام. فبدي مثبطات للهستامين عشان اقلل الافرازات ديت، فعشان يبدا الهواء يدخل عن طريق الجهاز التنفسي كويس جدا. ديت من الخطا برضو قبل يعني نلحق نقولها، اللي هو الالتهاب الرئوي اللي احنا نعالجه بالمضادات الحيويه، لان كل معظم الالتهاب الرئوي معظمه او اسبابه هي التهاب فيروس، والتهاب الفيروس عمره ما بيتعالج بالالتهاب بالمضادات الحيويه، فنادرا قوي لما بندي مضادات حيويه في علاج الالتهاب الرئوي الشعبي. تبدا حضرتك بتتطلب تحليل معين مثلا عشان تتاكد ان هو فيروس، ان هو فيروس ولا بكتيريا؟ ما هو دي مهمه جدا، اللي انا باخد مسحه من الجيوب الانفيه او عن طريق الانف
على المخاط اللي موجود بيطلع لي في اللي هو بعمل له سبيوتم كلشر او مزرعه مخاط وبزرعها فبيظهر لي نوع الميكروب. طيب عليه بعض الاطباء يقول طيب ان عشان تطلع المزرعه حضرتك محتاج يومين او 3 ايام عشان تطلع نتيجه المزرعه. تمام. فانا مش ضامن هل هو بكتيريا ولا فيروس. اوكي اديله بكتيريا اديله مضاد حيوي عشان يموت البكتيريا. الكلام ده صح؟ لا طبعا ما احنا قلنا اهو انت مش هدي مضاد حيوي الا في حاله واحده بس لو هو المزرعه ديت او السبيوتم كلشر بينت لي فيه ميكروب بكتيري. طيب. فهبدا ادي ايه؟ هدي مضاد يعني حيوي. حضرتك هتدي الاشياء الاخرى هدي الحاجات اللي هي مضادات الهيستامين الخوافض الحراره عباره عن انتي هيستامينك بالاضافه في الاول خالص طبعا ههتم بالرضاعه الطبيعيه كويس لو الطفل لسه بيرضع. طيب. ههتم بالغذاء الصحي كويس في حاجه تقوي المناعه السوائل ممكن مدي حاجات ممكن اتدخل ما احنا الحاجات المناعه اللي هي زي ما احنا قلنا الرضاعه والاكل السليم وبدل وممكن مدي حاجات برضو حاجه اميونو ستيمولانت ترفع المناعه دي اكتر حاجه وبشتغل بقى سيمتوماتيك او ضد الاعراض اللي هي موجوده عندي قدامي. الحقيقه في الوقت البرنامج خلص دكتور محمد واحنا ان شاء الله بنشكر حضرتك على تشريفك لنا في الاستوديو وعلى ما افضت من معلومات بالنسبه لنا ونشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه ونتمنى السلام لكم ولكل اطفالكم وحتى نلتقي في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم. لكم مني انا احمد البهي اطيب المنى واحلى السلام. دمتم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.